أهلا بكم. التفكير بإيجابية في علاقاتك، في أهدافك، في نفسك وفي حياتك يعزز ثقتك بنفسك ويعطيك القوة والحافز على التغيير. إذن دعونا نفكر بإيجابية من خلال الفقرات والوقفات التي حضرناها لكم في حلقة الأسبوع من شبابنا والنعم، فأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم في فقرة المبادرات، وفي حلقتنا لليوم في عندنا مبادرتين راح نتعرف عليهم، مبادرة اصنع المستحيل وأيضا مبادرة هيلب فاطمة تيم. راح نتعرف عليهم أكثر مع فاطمة البلوشية. أهلا وسهلا بك يا فاطمة. أهلا وسهلا، حياك الله. بما أنك مؤسسة في مبادرة هيلب فاطمة تيم وعضوة في مبادرة اصنع المستحيل، أنا راح أعطيك الحرية بأنك تختاري عن أي المبادرتين. في البداية راح نتكلم حابة نتكلم عن هيلب فاطمة تيم، وهي مبادرة كانت من فريق من كلية التقنية العليا، من مجموعة من الطالبات لأحد المقررات الدراسية. بعد نجاح أول مشروع لهذه الحملة حبينا نستمر طبعاً بعد ردود الأفعال الإيجابية من قبل الأحداث نفسهم. طيب الفكرة إيش هي بالضبط؟ الفكرة هي تقديم ورش تعليمية وتثقيفية وتوعوية لفئة الأحداث على فترات متفاوتة، إضافة إلى بعض مثلاً بعض الفعاليات في العيد وما إلى ذلك. طيب هذا كان مشروع في الكلية، بعد ذلك ارتأيتوا أنكم تعملوا هذا الفريق ويكون فريق مستقر بنفسه. نعم، هو فريق مستقل، لكن أيضاً الأعضاء هم تابعين لكلية التقنية العليا، وفي أعضاء أيضاً من خارج الكلية. والمسمى، أنا شدني صراحة المسمى هيلب فاطمة تيم، الواحد يعني ما يعرف إيش يتخصص هذا الفريق، في إيش بالضبط؟ طيب هيلب فاطمة تيم تم اختيار الاسم بناء على أن هذا الاسم الشائع أكثر في سلطنة عمان، فبالتالي يعني من باب أنه أتراكتف يعني للناس أنهم يتعرفوا وينجذبوا للاسم، وفعلا أن كل مثلا من يتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشد الاسم بالضبط، فيبدأ يسأل من هي فاطمة؟ إيش سبب التسمية وما إلى ذلك؟ جميل، هذا بالنسبة للمبادرة اللي أنت مؤسستها، ولكن مبادرة اصنع المستحيل. اصنع المستحيل كنت عضو في حملة اصنع المستحيل التابعة لشركة صانع الأفكار. كانت المبادرة في البداية أنا قدمت برنامج صوتي، تسجيل صوتي على 5 حلقات. في كل حلقة نتحدث عن قصة محفزة أو فكرة أو ما إلى ذلك، إضافة أن كانت لديهم العديد من البرامج مثل برنامج الكشاف للأطفال الأقل من 13 سنة، ويقدم لهم حملات ترفيهية وتوعوية وما إلى ذلك، وكانت في عدة برامج. ذكرت أنك كنت تقومي بتسجيل صوتي لبعض المبادرات، نتحدث عن المبادرات اللي سجلتي لها صوتيا. سجلت 5 حلقات، في كل حلقة موضوع تحفيزي، مثلا في حلقة تحدثنا عن موضوع التحفيز للتعايش ونبذ العنصرية، في حلقة تحدثنا عن أحد الشخصيات المؤثرة، وأيضا كذلك في كل حلقات كنا نحمل رسالة تحفيزية معينة. وكيف تختاروا مواضيع الحلقات والعناوين؟ أنا من أقوم بكتابتها، وطبعا بإشراف أستاذ حسين الحارثي، كنا نقوم بتسجيلها وبعد ذلك يتم انتقاء الحلقات والمواضيع. والتسجيل صراحة الحين أنا اكتشفت أن عندك موهبة ثانية، بالإضافة لأنك كاتبة ومؤسسة في الفرق التطوعية، أيضا عندك موهبة في التسجيل الصوتي. هذه يمكن هذه الهواية كانت عندي من زمان، كنت أحب الإلقاء، كنت شاطرة في التمثيل مثلا، إلقاء الشعر، التقديم وما إلى ذلك، فصقلت هذه الموهبة في فاطمة موتيفيشن وكملت عليها. يعني حتى الآن لما في هيلب فاطمة تيم، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كان اسمي فاطمة موتيفيشن وكملت على هذا النحو. جاي. نرجع لفريق هيلب فاطمة تيم، الفعاليات كيف تصير؟ الورش المقدمة في الفريق؟ الورش احنا نقدمها في دائرة شؤون الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المشرفات. نقدمها على فترات متفاوتة، يعني في ورش تعليمية، في ترفيهية،
إلى جانب الهدايا اللي في العيد لكل الأحداث وما إلى ذلك. فهذا تقريبا هذا نشاطنا حاليا. مستقبلا نطمح إنه نقوم بحملات توعوية عن فئة الأحداث، وكذلك إن حملات توعوية لأولياء الأمور بحيث إن يكون عندهم الوعي الكافي لتجنب إحالة أطفالهم إلى دار الأحداث. هذا يعني كخطة مستقبلية أنكم أنتم تقومون بها، لكن خلينا نتحدث عن الإجراءات وكيفية الوصول لفئة الأحداث، كيف جرت الأمور؟ هو في البداية بحكم أن كان المطلوب من العمل التطوعي لهذا المقرر الدراسي واخترنا هذه الفئة. طبعا زرنا دائرة شؤون الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ورحبوا بالفكرة بالعكس، وسهلوا لنا كثير من الأمور، مسألة التصريح وما إلى ذلك. وكذلك من قبل الكلية تم الاعتماد يعني والتصريح إلى أن نقوم مثل هذه الفعاليات. وبعد النجاح أول مرة استمرينا معهم في فترات متفاوتة بعد ذلك، واستقليتوا بعد ذلك بنفسكم بعيدا عن الكلية. نرجع لمبادرة اصنع المستحيل. من المسمى، خلينا نرجع شوي في البداية عند المسمى اصنع المستحيل. المستمع او المشاهد الكريم لما يسمع اصنع المستحيل راح يتوقع انه في شيء خارق، التفكير خارج الصندوق. المواضيع ذكرتي انكم تقومون بتسجيلها بإقامة عدة سلسلات، كيف استقطبتم فئات المجتمع من خلال هذه المواضيع؟ في فاطمة موتيفيشن كانت الفئة المستقطبة هي فئة الشباب، وفي برنامج الكشاف كانت الفئة المستهدفة من أقل من 13 سنة. وكان أيضا في عدد مبادرات بس أنا ما كنت فيها. حبوا الفكرة لأن إصنع المستحيل كان يحفز الشباب على أنهم يتجاوزوا مرحلة الغير ممكن، إلى مثلا سواء الإبداع في مثل ما كنا في التصوير، الإبداع في التبديل، الإبداع حتى في استخدام التقنيات، لأن كانت في فيديوهات إلكترونية وما إلى ذلك. فمن خلال هذه الورش وهذه الحملات فعلا استقطبوا عدد من الشباب، وكان في أعضاء جدد حتى في الفريق. في أمثلة في بالك حاليا ألهمتهم هذه الفيديوهات وهذه المبادرات؟ أفضل حلقة قدمتها كانت عن العنصرية، أحبها المدير وتقبلوها، وأتوقع كان في تصوير أيضا، في تصوير إلكتروني كان لها. هذه بالنسبة للعنصرية. طيب نتحدث بشكل عام عن مبادرة إصنع المستحيل وأيضا مبادرة هيلب فاطمة تيم. ضرورة وجود مثل هذه المبادرات في المجتمع، وخصوصا إذا كانت مبادرات أو فرق تطوعية تخصصية. في كثير أكيد من الفرق التطوعية القائمين عليها والعاملين عليها شباب، ولكن يمكن يكون في عدم تخصصية بحيث تقديم الخدمة للمجتمع بشكل عام، لكن لاحظت أن هالمبادرتين تخصصيتين نوعا ما، أهمية وجودها في المجتمع. بالضبط، وكانت أيضا في مساهمات يعني اللي تابعوا الحملة وتلقوا المنشورات وما إلى ذلك، انضموا أيضا كأعضاء جدد للحملة. كم عدد الأعضاء في الحملة؟ حاليا في الحملة التسويقية كنا 5 تقريبا. في الجوانب، في أكثر من جانب، في التسويقي، في التصوير، في الكتاب وما إلى ذلك، ما عندي العدد. خلينا نسلط الضوء أكثر على الجانب التسويق، الخطط التسويقية. أتوقع مواقع التواصل الاجتماعي تحصل على المركز الأول من خلال التسويق ووجودكم فيها. كان في، هو في حساب على الانستغرام، كان في أتوقع أيضا على السناب شات وتويتر وما إلى ذلك، ومن هنا كان الإعلان أساسا، لأن أنا عرفته من خلال السناب قبل ما أنضم للفريق. وايضا كانت في على نطاق شركات اخرى، كان في تعاون بين شركات اخرى في كل حمله وكل مبادره. جميله. هل في خطط مستقبليه بالنسبه لفاطمه يعني شخصك انت انك تنضمي الى فرق اخرى، تؤسسي ايضا فرق تطوعيه اخرى؟ حاليا انا افكر بتطوير فريقي في هل فاطمة تيم، انه يصبح فريق معتمد اكثر، الاعضاء يكونوا على كفء وعلى دراية أكثر مثلا. وكذلك إحنا حاليا متخصصين في البنات، في قسم البنات، فمخططنا المستقبلي إنه يكون عندنا فريق من الشباب فقط لقسم الشباب، ويقوموا بالمبادرات والفعاليات الأخرى، لكن في طور التنفيذ. لكن أتوقع لو ننوه لنقطة محددة في هيلب فاطمة تيم، هل في يعني أتوقع في وجود للخصوصية في هذه المبادرة، سواء كان في أفكاركم المستقبلية لدى الشباب أو الحين في هذه الفترة في خصوصية أتوقع ما تنشروا كل الفعاليات والمبادرات؟ أيوه، هو أنا بما أنها جهة قانونية ففي أمور غير مسموح لنا مثل مسألة الأعداد وذلك، واحتراما لخصوصية الأحداث نفسهم يعني. فإحنا مش حابين إحنا نعمل يعني لازم كل ما يعرض
أن ينشروا ما إلى ذلك، لأن أيضا في خصوصية للمكان. بقدر ما يهمنا ردة الفعل من الأحداث نفسهم ونتائج الإيجابية بعد كل فعالية. جميل، لكن بالنسبة للمشاهد الكريم اللي حاب أنه ينضم لإحدى هالمبادرتين، كيف يتم التواصل؟ على موقع الإنستغرام، على حسابنا في الإنستغرام ممكن أن ينضم معنا. هذا حاليا هذه هي وسيلة التواصل. جميل. وأيضا على الإيميل. جميل، نتمنى لكم كل التوفيق فاطمة البلوشية في كلتا المبادرتين. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي الأيادي حينما تتشابك تقدم قالب منوع وجدا جميل لخدمة المجتمع. هذه كانت فقرة المبادرات، خليكم معنا. مع تقدم التكنولوجيا صار من اللازم أن نخلق التسهيلات لنعايش الواقع، وإذا ما فكرنا في ذلك سنجد أن هناك مجالات عديدة لخلق هذه التسهيلات. تطبيق عمالة خير مثال على ذلك، وشركة جيوفن هي القائمة على هذا التطبيق، شركة جيوفن التابعة لجامعة السلطان قابوس. سنتعرف على هذا التطبيق وعلى أيضا الشركة مع عمر البلوشي موظف في قسم التسويق. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا رزان الرواحية رئيسة قسم المالية، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. في البداية أنا راح أوجه السؤال للمشاهدين ولكم أنتم، يمكن المشاهدين كانوا متابعين لكم في مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك، ما هو تطبيق جيوفن يا عمر؟ في البداية نحن شركة طلابية من جامعة سلطان قابوس، شركة جيوفن، مشاركين في مسابقة إنجاز عمان، طبعا مختصين في مجال التطبيقات، وطورنا تطبيق عمالة. هذا التطبيق يعتبر وسيط بين المكتب والعميل، حيث يوفر عليك الجهد والوقت في الحصول على عاملة المنزل المناسبة. جميل، في البداية هذه فكرة التطبيق عمالة، ولكن شركة جيوفن، المسمى لربما يكون من لغة أخرى، خلنا نتحدث في البداية عن المسمى معك رزان. جيوفن كلمة تركية تعني الثقة، ولأن نحن شركة خدمية تقدم خدمة للمجتمع، فالثقة شيء أساسي بيننا وبين العملاء. كيف جاءت فكرة التسمية واختيار اللغة الفرنسية بالضبط؟ نحن في البداية حددنا الصفة اللي ريت الشركة تتصف بها، حددناها اللي هي الثقة. بعد ذلك حاولنا نبحث عن كل مصطلح الثقة بلغات أخرى، فحصلنا كلمة جيوفن باللغة التركية هو أنسب مصطلح. جميل، قبل أن نقترب أكثر مع التطبيق عمالة، أريد أتعرف أكثر على شركة جيوفن وبداياتها في إنجاز عمان. أكيد في البداية قبل تطلعوا بفكرة تطبيق عمالة مريتوا بعدة أفكار، من ذلك من خلال العصف الذهني، تجميع الأفكار، البحث والتنفيذ وغير ذلك. الأفكار اللي أول في البداية فكرتوا فيها يا عمر؟ في البداية احنا اجتمعنا كطلاب يعني من الجامعة، كوننا فريق، اجتمعنا وعملنا عصف ذهني وطرحنا العديد من الأفكار، لكن في النهاية يعني بعد ما عملنا إحصائيات وشفنا أن المجتمع يواجه من هذه المشكلة، فحبينا نوفر لها حل عن طريق هذا التطبيق، تطبيق عمالة. فإن شاء الله إن شاء الله يعني نقدر من خلال هذا التطبيق أن نحل المشكلة اللي يواجهها المجتمع في إيجاد عمالة الوافدة. يعني من وجهة نظركم من خلال تطبيق عمالة أنتوا وجدتوا حل لمشكلة معينة؟ بالتأكيد إن شاء الله. إيش هي المشكلة؟ مشكلة الصعوبة، وأنه يروح عليك الجهد والوقت في البحث عن عاملة المنزل. من خلال التطبيق تقدر وانت جالس البيت تستخدم التطبيق وتحصل على عاملة المناسبة اللي تحتاجها. اللي عرفت أنه تطبيق عمالة هو الأول في السلطنة، هذه الفكرة ما كانت متواجدة سابقا، المكاتب موجودة ولكن ما يجمعها تطبيق محدد. كيف شفتوا ردة فعل المكاتب لما عرفت أن هناك في تطبيق يخدمهم رزان؟ طبعا في البداية كان في تخوف من أصحاب المكاتب، ولكن احنا كنا مدعومين من القوة العاملة، فهذا الشيء شجع أصحاب المكاتب أنه ينضموا معانا للتطبيق. يعني كانت عندنا رسالة رسمية من القوة العاملة، فكنا لما نظهرها لأصحاب المكاتب شوية تعطيهم هذه الرسالة ثقة من ناحية يعني انهم يكونوا معاكم. بالضبط، وغير كذا كنا نحن طلاب وشباب شوية هذا سهل علينا هاي المهمة. كان سهل عليكم يعني ما ترددوا؟ لا لا لا، لأنه يعرفوا أن الشباب عندهم أفكار وعندهم طاقات يريدوا.
يعني حوالي كم عدد المكاتب اللي جمعتوها تحت مظلة هذا التطبيق؟ حاليا اكثر من 35 مكتب في التطبيق، وفي عدة مكاتب قريب ان شاء الله. وكلها من ضمن محافظة مسقط ولا تعدت ايضا؟ لا، غطينا محافظة مسقط والباطنة الصحار والبريمي. طيب، اللي لاحظته انه تطبيق عمالة يستقطب فئة محددة اللي هي مكاتب استقدام العمالة الوافدة، ولكن ايضا يوفر الخدمة للافراد الاشخاص العاديين بانهم يتجولوا في هذا التطبيق وايضا يستفيدوا منه. بالنسبة للمكاتب، هل يعني يدفعوا بعض المبالغ الرمزية لوجودهم او لاحتلال مساحة في هذا التطبيق رزان؟ نحن بيننا عقود بين شركة جيوفن والمكاتب، عقود مباشرة، وما أقدر أصرح بالباقي. يعني هناك ما يسمى بأسرار الخلطة. بالضبط. جميل. نتحدث معك عمر عن الخطة التسويقية للشركة. الجانب التسويق جانب جدا مهم لكم توصلوا صورة الشركة ومسمى الشركة لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع. كيف عملتم على ذلك؟ إحنا في البداية في مجال التسويق طبعا شاركنا في أكثر عن معرض. من المعارض كان معرض شنغريلا يدا بيد، معرض مؤسسات التعليم العالي، ومعرض لفنيوز مول. هذه المعارض شاركنا فيها، وطبعا عشان نطور بعد مجال التسويق عملنا اكثر عن مبادره، منها مبادره عمرك فكرت، مبادره بسمه عامل، مبادره فرحه عيد. نتحدث عن هذه المبادرات اللي عرفت انه من ضمنها في بعض السلاسل اليوتيوبيه. مبادره عمرك فكرت هاي طبعا سلسله يوتيوبيه كنا نستهدف فيها مشاهير السوشيال ميديا عشان نوصل اكبر شريحه ممكنه من المجتمع، ونحاول نوصل معاناه العمال الوافدين في ظروف البيئه. يعني كنتوا تستقطبوا بعض الاشخاص المتواجدين في مواقع التواصل الاجتماعي يقوموا بتمثيليه معينه او تصوير معين، نوضح الفكره للمشاهد. ممكن خذينا هذا المشاهير اليوتيوب السوشيال ميديا. كان مدة يوم التجربة أنه مثلا يكون عامل نظافة، عامل بناء، عامل مثلا صيانة، وكنا نخليهم يعيشوا هذه التجربة مدة يوم يحسوا بمعاناة العمال. جميل. وكيف شفتوا التجربة هذه؟ جربتوها في البداية أنتم؟ احنا جربناها طبعا أنا كموظف في الشركة وموظف آخر من الشركة حسام، حبينا كذلك احنا كموظفين في الشركة أن نجرب هذه التجربة بعد، وصراحة حبينا التجربة وعرفنا معاناة العمال يعني في النهاية، وكانت تجربة ممتعة. في أي مجال جربت هذه التجربة؟ احنا جربنا في مجال غسيل السيارات. أيوة. وصراحة كانت تجربة جدا حلوة. جميلة. أتوقع أن هذه كانت نقطة قوة تحسب لكم، برهنتوا وجودكم في مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا نشرتوا اسم الشركة بمسمى هذه السلسلة اليوتيوبية. كيف كان إقبال المتابعين واللي معاكم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ في كان إقبال كبير، يعني مثلا في سلسلة عمر فكرت كانت مشاهدات فوق 3K، يعني 3000 مشاهدة. هاي في بداية في السلسلة اليوتيوبية. بالنسبة للمبادرات الأخرى كان في تفاعل يعني مباشر. جميل. نتحدث عن أعضاء الشركة أو الموظفين. أنا اللي عرفت أنه ما شاء الله مساندين لبعض، عندكم يعني حب عميق لما تقوموا به ولما تعملوا من خلاله. ما شاء الله المساندة تكفي أنه شخصيتين موجودين من الشركة، ولكن في مساندين قادمين معاكم. كل التحية لموظفين شركة جيوفن. كلمينا رزان عن عدد الموظفين تخصصاتهم. حاليا عندنا في الشركة 19 موظف. نحن ما نعتبر كموظفين، نحن كعائلة، عائلة جيوفن، حتى إن عندنا لقب موظف الشهر، لكن نحن ما نسميه موظف الشهر، نسميه وحش جيوفن. هذا اسم أطلقته الشركة لموظفينها المجتهدين. عندنا عدة أقسام في الشركة: قسم الموارد البشرية، قسم العلاقات العامة والإعلام، قسم الإنتاج، وقسم المالية، وقسم التسويق. وكيف شفتوا حماسهم لمسمى وحش جيوفن؟ الجمهور؟ لا، ردة فعل وإقبال الموظفين. الموظف اللي يحصل على هذا اللقب نحس إنه في الشهر اللي بعده يصير أداء أعلى وأكثف من الشهر اللي قبل، يعني يعطيه تحفيز. وغير كذا، أيوة، ومع اللقب في هدايا جانبية من الشركة لموظفينها. ممتاز. طيب، أنا في البداية قبل لا ننتقل لنقطة أخرى أبارك لكم تأهلكم من ضمن الشركات المتأهلة في إنجاز عمان، وأتوقع الآن المنافسة راح تكون أقوى وأقوى. رزان، كيف شفتي المنافسة قبل التأهل والآن بعد التأهل؟ هو في كل حالتين في شغل، بس الفرق أنه قبل التأهل كان عدد الشركات كبير، يعني كان تركيز إنجاز على عدد كبير من الشركات، وكان تركيزنا أكثر على إطلاق التطبيق.
أما بعد التأهل تقلص عدد الشركات، كان 63 صار 25 شركة، فصارت الأضواء كلها على الشركات المتأهلة. فحالياً نشتغل على تسويق للتطبيق بحيث أنه يوصل لعدد كبير من الناس. جميل، هذه أعمال الشركة ما بعد فترة التأهل، أتمنى لكم كل التوفيق. ولكن خلينا شوي كذا لمحة بسيطة عن أفكاركم المستقبلية. أنا أعرف معظمها راح تكون أسرار خاصة بالشركة، ولكن ما يمانع أن نلمح للمشاهدين بعض الأفكار اللي تحاول أنكم تخوضوا فيها. في البداية إحنا عشان نطور من نفسنا شيء نحتاج أن نعمل على سجل تجاري لنا، كذلك يكون لنا مقر خاص باسم الشركة، وأن نوصل أكبر شريحة ممكنة يعني في عمان أو خارج عمان باسم شركة جيوبن يعني. وكذلك في أفكار مستقبلية ما ممكن صرح عنها، لكن هي عبارة عن تطبيق آخر تطلقه الشركة في هذا المجال يعني أو مجال. جميل، احنا نتمنى لكم كل التوفيق شركة جيوفن، ونتمنى تطبيق عماله يوصل لفترة ما بعد التأهل أيضا ويحصل على أحد المراكز المتقدمة. شكرا لك رزان وشكرا لك عمر. إذن هذا هو تطبيق عماله وشركة جيوفن من جامعة السلطان قابوس، شكرا لكم، وننتقل للفقرة التالية. وصلنا بكم مشاهدينا الكرام لفقرة أكيد نقدر، مع أول سائق تجارب عربي في سباقات الفورميلا 1 أيمن السالمي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. ذكرتنا في البداية أول سائق تجارب عربي، من هو سائق التجارب؟ خلينا نعرف المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، أيمن محمد السالمي، وصلت الحمد لله بفضل الله إلى فريق رينوت ريسينج تيم، بكوني أول عربي سائق تجارب الفورميلا 1. طبعا سائق تجارب الفورمولا 1 هو الشخص اللي يجهز السياره قبل السباق، يضبط السياره قبل السباق، اذا كان السباق في حلبه ممطره يجهزها على اساس انها تكون جاهزه للامطار، اذا كانت مثلا عاديه صيف او مغيم الجو يجهزها على حسب الاجواء اللي بتكون فيها. فهذه هي ميزه السائق في مساله التجهيز. انا بالنسبه لي اول مره اسمع سائق تجارب، كنت اعرف انه كلهم بنفس السائقين نفس المجال. سائق رسمي. ايوه، في سائق رسمي ايضا. في سائقين رسميين وسائقين تجارب. طيب ايش الفرق ما بين الحين سائق التجارب، احنا عرفنا وظيفته، السائق الرسمي هو اللي يخوض السباق. السائق الرسمي هو اللي يخوض السباق، طبعا هو يجي وقت السباق السياره تكون جاهزه ويدخل في السباق. سائق التجارب هو اللي يجهز السياره من الف الى ياء، من ألف إلى الياء، عشان بس يدخل السباق وهو وخلاص يكون كل شيء جاهز. طيب نرجع إلى وراء بالزمن شوي قليلا، بدايتك في هذا المجال. طبعا بدايتي الله يسلمك كانت في مجال الدراجات، وطبعا لما كنت مجال الدراجات هذه يعني الدراجات هي اللي كسرت خوف السرعة مني، ففي فترة من الفترات اضطريت أغير من الدراجات إلى السيارات بحكم أنها شوية أأمن من الدراجة، فبديت في مجال السيارات في الجمعية العمانية للسيارات في سباقات الدريفت، سباقات السرعة، الكارتينج، ومشيت بهالتدرج. وفي فترة من الفترات لما كنت أروح شرق آسيا كنت أسوق الفورمولا 3. أيوة. طيب كيف يعني هذه الأنواع كلها، يعني هل كنت تجيدها سابقا ولا خضعت لتدريبات دروس خاصة؟ والله هي كانت هواية، وبعدها بدينا يعني نخوض مع أصدقائنا اللي هم شوي محترفين يشاركوا في سباقات دولية، فبدينا نتعلم منهم بعض المهارات، ناخذ منهم بعض المعلومات، وصرنا نتقنها مع التدريب المتواصل الحمد لله. جميل، وبعد ذلك تقدمت شيئا فشيئا، ابرز انجازاتك في المجال. في مجال الفورمولا 1؟ ايوه. في مجال الفورمولا 1 كانت عندي جوله في اوروبا مع الفريق، الحمد لله حصلت على جائزه، في البدايه كانت اعطوني مسمى ايرون مان فروم عمان، الرجل الحديدي من سلطنه عمان، كانت في برشلونه. وبعدها رجعت عمان، وبعدها استدعوني مره ثانيه لاخوض بعض التجارب في عده حلبات،
حصلت افضل توقيت في فالنسيا في حلبة فالنسيا، واسرع شخص في حلبة برشلونة، وقبل شهرين حصلت كينج اوف دونات ملك الاستعراض مع الفريق. ما شاء الله. طيب يعني الحين انا يعني استنتجت من حديثك ان هل في مسابقات خاصه لسائقي التجارب؟ لانه كل هذه المراكز اللي انت حصلتها وهذه الالقاب كيف حصلتها وانت اساسا تجهز للسائق الرسمي؟ الرجل الحديدي حصلتها لما جبت اسرع سائق في برشلونه. السرعه المسجله في الحلبه كانت 396، انا كسرت هالسرعه فوصلت الى 398. فلما وصلت الى قسم الصيانه كان الكل يهتف في مقابله سابقه مع التلفزيون، الداعم الرسمي كان معي في السفره، فقال كان الكل يهتف This is the Iron Man from Oman. ما شاء الله. هذه واحده من الانجازات. طبعا هي تجي مع الممارسه، كل ما نحن نروح مثلا الحلبه يكون فيها تسجيلات، يعني وش اسمه ريكوردد، مسجله في جدار الحلبه، مثلا اسرع شخص في هذه الحلبه او اسرع توقيت، المراكز المتقدمه. ايوه، فيسجلوا اسم الفريق واسم السائق وكم السرعه الموجوده كانت مسجله. فانا في فالنسيا كسرت هذا الرقم. جميل. طيب ايش التدريبات او نوع التدريبات اللي خضعت لها في السباقات؟ في نحن طبعا نمشي ببرنامج معين غذائي ورياضي. البرنامج الغذائي هذا طبعا من الفريق ومطبقينه كان في عمان او في اوروبا. البرنامج الرياضي طبعا نفس الحاله، عندنا الركض، الكروس فيت، الجيم، فعندنا اكثر من رياضه لازم تلتزم بها. لازم تلتزم لان السياره ما سهله، سياقتها ما سهله، يعني دواسه البترول ودواسه البريك وزن كل واحده فيهم 60 كيلو في الدفع. السكان عشان تلف يمين او يسار نفس الحاله 60 كيلو 60 كيلو، فتحتاج الى لياقه قويه، يعني لياقه بدنيه قويه. في فرق بسيط بعد بين السائق التجارب والسائق الرسمي. السائق السباق يقدر يكمل السباق بنفس التركيز، تركيز عنده ما يزل. انا المشكله اللي واجهها في الوقت الحالي مستوى التركيز، بعد 15 لفه يبدا التركيز ينزل. السائقين الرسميين هم بديوا بالتدرج الصحيح في مجال السيارات، نحن لا، بدينا دراجات، بعدين قفزنا الى اللي هي سباقات السرعه، بعدين مره ثانيه تحركنا الى الفورمولا 3، فهذه كانت التغيير. وهذا شتت التركيز؟ هذا ما شتت التركيز، هي الممارسه كانت تعطيك انك انت تكون ملتزم على نفس التركيز، بس في عندنا مثلا ابطال من عمان رايحين بنفس التدرج وان شاء الله بيوصلوا الى سائقين رسميين باذن الله. وانت يعني كونك الحين سائق تجارب، هل في عندك طموح خاص، حلم انك توصل كسائق رسمي؟ طبعا اي حد في مجال رياضه المحركات يتمنى انه يوصل للسائق الرسمي. في الوقت الحالي يعني في خلال 6 أشهر مع الفريق انا في تطور مستمر. طبعا ما اعتقد اني بكون في نفس الفريق في الفتره القادمه، في احتمال اني بغير الفريق، لكن ان شاء الله اذا كان في تغيير بتغير الى سائق رسمي باذن الله. طيب وعلى اي اساس انك تغير الفريق او انك تلتحق بفريق اخر؟ والله هي شوفي الحين كان قبل شهر كان عندي مفاوضات مع شركه مرسيدس فورمولا 1، بس ما صار نصيب معها، بس اتمنى في الايام القادمه اذا كان في نصيب مع اي فريق ثاني باذن الله. طيب انا ودي ان ندخل مضمار السباق ونستكشف السيارات او السباقات الفورمولا اثناء تجهيزها، الاشخاص العاملين اللي عرفت انه حوالي 72 شخص يعملوا على تجهيز سياره واحده فقط. عدد كبير جدا فقط لسياره واحده ولسائق رسمي واحد، فكيف تتم هذه العمليه؟ والله شوف الفورمولا 1 اكثر رياضه تدفع فلوس، ف 72 شخص هذول كل واحد عنده وظيفه يقوم بها، يعني ما في شخص فاضي. عندك مثلا عندهم مثلا تشيف مانجرز اللي هم الاشخاص المعنيين اللي نحن كسائقين نتواصل معهم فقط، والسائق الرسمي عندك الميكانيك تقريبا 8 لكل سياره، عندك مهندسين اتصالات، عندك مسؤولين التغذيه، مسؤولين اللوجستيك اللي هم الفنادق والنقل وهالاشياء. فالفريق كبير، يعني هذا 72 شخص لسياره واحده، فكل فريق عنده سيارتين
فانت عاد اضربيها باثنين كم بيطلعوا. ما شاء الله. طيب صارت لك بعض المواقف اثناء قيادتك لسياره سباق؟ لان المساله خطيره نوعا ما ويحتاج لها اجراءات الامن والسلامه، لكن مع ذلك حتى لو كان في اجراءات امن وسلامه سبحان الله تصير بعض الاقدار وتصير بعض المواقف الخاطئه احيانا، صارت لك؟ والله انا صار لي مع الفريق حاليا صار لي حادث واحد، وهو هذا اقوى حادث في الشاصي الجديد اللي هو 2017 بسبب خطا فني في التجهيز. طبعا سائق التجارب مخاطر اكثر من السائق الرسمي، عشان كذا يسميه سائق تجارب، يقرب السياره قبل السباق. فكان في ضبط في السياره معين نمشي عليه عشان نقرب السياره، فبسبب هذاك الخطا انحرفت عن المسار وطلعت وضربت في الحاجز. ايوه. الحين كان انا ودي اسالك، انا استنتجت من حديثك ان سائق تجارب اي تجربه اي خطا يطلع فيك انت في مخاطره اكثر من السائق الرسمي. لكن لو نرجع شوي لحياتك الخاصه، حياتك الشخصيه، انت لما تقود السياره خصوصا في التجارب، يعني اهلك عائلتك ما يعني يحاولوا يمنعوك من ذلك لان الخطا مقدر في اي لحظه؟ والله شوفي، انا ما وصلت للفورمولا 1 بدون دعم الاهل والاصدقاء والفريق اللي عندي. طبعا أنا لما أسوق السيارة، يعني لما أسوق سيارة الفورمولا 1 خلاص يعني الواحد ما في قلب إنه يخاف، أنت خلاص وصلت لهالمرحلة وتوكل على الله. بس الواحد يكون لازم يكون عنده ثقة في نفسه، وطبعا الثقة ما تكون أكثر من اللازم عشان أنت تحافظ على نفسك. أهنيك على هالشجاعة والجرأة، يعني أتوقع هذه الشجاعة والجرأة وصفاتك يعني أخرى لازم تكون متواجدة في كل متسابق في كل سائق. طموحاتك المستقبلية وين حاب توصل؟ والله شوف، طموحاتي أنا متفرع في مجال السيارات، يعني أنا ناوي أشارك في بطولات الشرق الأوسط في الشرق الأوسط في مجال السرعة والإنجراف اللي هي الدريفت بمعنى آخر يسموها، وطبعا مع الفريق في سباقات الفورمولا 1. أتمنى إن شاء الله أنتقل إذا ما كان سائق رسمي في فريق ثاني، أنتقل بس إلى فريق ثاني كونه أقوى من الفريق الحالي اللي أنا موجود فيه. جميل. وتشجيعك للشباب العماني اللي حاب يدخل هالمجال؟ والله أنا أول شيء أشجع الأشخاص اللي هم يمارسوا هذه الرياضة أو هذه الحركات في الشوارع، أتمنى أنهم يلتحقوا بالجمعية العمانية للسيارات. المكان في الجمعية جاهز مؤمن، إجراءات السلامة موجودة، الإسعاف موجودة، أنت تسوق بأريحية، ما عندك ضغوطات شرطة تشوفك أو تدعم أي حد في الشارع. فأتمنى أنهم يقولوا الجمعية العمانية للسيارات. الأبطال اللي معنا موجودين، طبعا نحن كعمانيين اليوم نحن الأفضل على الشرق الأوسط في مجال المحركات. بطولة ريد بول الثلاثة الأوائل عمانيين، الكارتينج عندنا اليوم أو بكرة شهاب الحبسي بيسابق في بطولة العالم للكارتينج، فعندنا أسماء قوية. بس هذه الأسماء ينقسم بأمان الدعم، نتمنى من الجهات المختصة في السلطنة أن تدعم هالمتسابقين. نحن كعمانيين اليوم عندنا السكيلز الطاقة والقدرات، أيوة، بس ينقصنا الدعم. في الماضي كان الإعلام كان بعيد عنا، السنتين الماضيات الحمد لله طفرة إعلامية، الإعلام لدرجة أن نحن نكون خارج الدولة يتواصلوا معنا يحاولوا يغطوا معنا، فشاكرين لكم أمانة. جميل. احنا نتمنى لكم كل التوفيق وكل التقدم باذن الله في مختلف المجالات اللي تشاركوا فيها كمتسابقين كسائقين، وان شاء الله ما ترجعوا للمراكز المتقدمه. امين ان شاء الله، الله يسمعنا. اذا مشاهدينا هذه كانت فقره اكيد نقدر، شكرا لكم. سهلا، معكم معاذ ماجد السناوي، عضو مجلس إدارة فخامة عمانية للعطور. طبعا بدايتنا كانت بداية بسيطة جدا، كنا نستورد العطورات من خارج السلطنة وكنا نبيع عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن وصلنا لمرحلة نأسس براند خاص للفخامة العمانية للعطور. طبعا نحن شباب عمانيين ثلاثة، أحمد العيسري والمعتصم الهناي. كانت بدايتنا شوية تكون صعبة، بس الحمد لله تغلبنا على هذه الصعوبات من ناحية نستورد عطورات خاصة بالمحل. طبعا العطورات الخاصة تكون مثلا نأسس براند خاص
من ناحية العطور ومن ناحية المنتجات الأخرى مثل البخور والدخون وبعض الزيوت العطرية. الفكرة جات فكرنا ليش نحن نبيع عطورات من الخارج، نستورد عطورات من الخارج، ليش ما نأسس منتجات خاصة لنا يعني كعمانيين. تأسيس الهوية البصرية طبعا خضت من عندنا وقت كثير. في البداية توجهنا لشركات التصميم، طبعا كانت نحن في بداياتنا وكان شوية الأسعار مرتفعة جدا، فرحنا لهذه الشركة فشافنا احنا طلاب عمانيين كيف ممكن انهم يدفعوا هذا المبلغ. فبعض المشاورات شفنا الأسعار يعني شوية كانت مرتفعة، فبدأنا بسم الله وتوكلنا على هذا الهوية البصرية اللي أسسوها لنا لهذه الشركة، وعلى هذا المبدأ مشينا على هذا البراند اللي هو الفخامة العمانية للعطور. طبعا عندنا مجموعة اسمها مجموعة حضارة، ماخذين من كل دولة في الخليج مسمى، طبعا نمشي على كل الأذواق العميل. فمثلا عندنا سلطنة عمان مثلناها بعطر خنجر تميز بريحة الدهن العود الكمبودي على دهن العود الهندي على روائح الجلود. وأيضا عندكم كتارة، طبعا كتارة يمثل دولة قطر، خذينا من روائح البهارات على ريحة العود. وأيضا عندكم صخر يمثل دولة الإمارات، خذينا منها روائح الورد الطائفي على ريحة العود. وأيضا متوفر عطر حجاز يمثل المملكة العربية السعودية، خذينا ريحة من روائح النورجيل على ريحة العود. طبعا تختلف الروائح على حسب الأذواق، في منهم الناس اللي تحب الروائح الثقيلة وأيضا الناس اللي تحب الروائح الخفيفة، فخصصنا من كل هالمجموعة ريحة مميزة للمستخدم بشكل عام. طبعا عطر السيف يمثل دولة الكويت، خضينا من الحصن السيف. وعطر دلمون طبعا يمثل دولة البحرين، خضينا منها ريحة الورد على ريحة العود. طبعا الناس اللي تحب الروائح الورد بس تكون ريحة خفيفة. طبعا نصيحة أقدمها للشركات الناشئة، عليكم بالصبر والاجتهاد، طبعا شيء ما يجي بسهولة، لازم تجتهد فيه. وأيضا تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي. كن عزيزاً وبنفسك افخر، وكيفما ترى نفسك سيراك الآخرون، فحينما تريد أن تكبر ستكبر. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من شبابنا والنعم، يتجدد الملتقى الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.